أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم اللي أحالتها الحكومة للحوار الوطني خلال الفترة اللي فاتت. بتشمل الجلسات دي استعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من جميع جوانبها وبشكل واسع، مما يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية. ملف الدعم أو موضوع الدعم موضوع مهم جدا ويهم كل الأسر المصرية، وكان دايما كل الحكومات المتعاقبة بتحاول تصل إلى أفضل صيغة لتوفير دعم حقيقي يصل إلى مستحقيه. نعرف تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، معانا على الهوى. أهلا بك أستاذ عماد، صباح الخير على حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف من حضرتك آخر التفاصيل الخاصة بمناقشة ملف الدعم فيما يتعلق بالدعم العيني والدعم النقدي والفروق ما بينهم، والتوصيات اللي خرجت بيها حوارات اللجان الخاصة بالحوار الوطني. أولا إن شاء الله يعني الحوار الوطني يعني دعا المجلس الأمناء إلى جلسة يوم الاثنين الجاي إن شاء الله ظهرا لمناقشة إجراءات المناقشة، بمعنى أن الحوار الوطني يوم الاثنين مش هيناقش أن احنا هنعمل دعم نقدي أو عيني، لا، الحوار الوطني المجلس الأمناء هيناقش الإجراءات الخاصة بكيفية المناقشة، الإجراءات التنظيمية، بمعنى أنه عدد الناس المدعوين، أسماهم، من ممثلين القوى السياسية، كل ما يتعلق من إجراءات بهذا الموضوع. الحكومة أحالت القضية إلى الحوار الوطني، الحوار الوطني المفروض سيبدأ إجراءات المناقشة، وإن شاء الله أتصور خلال يعني فترة قليلة جدا ستبدأ المناقشة الفعلية. لا يوجد قرار في الحوار الوطني بأنه الدعم النقدي أو العيني، هذا الأمر لم يحسم لأنه الموضوع موضوع للنقاش، وبالتالي القوى السياسية والمجتمعية والخبراء هم الذين سيجتمعون ويناقشون للوصول إلى أفضل صيغة للوصول إلى حل لهذا الموضوع. وبالتالي فالنقطة الجوهرية بطبيعة الحال هي أن الحكومة ترسل، وهي بالفعل بدأت في ذلك، معلومات وبيانات صحيحة وسليمة إلى الحوار الوطني حتى تكون المناقشة مناقشة صحيحة وهادفة. طيب أستاذ عماد، بعد التحية، رؤية حضرتك يعني هل شايف أننا في حاجة لإجراءات محددة لتطبيق الدعم النقدي بشكل فعال؟ حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين تاني، هذا الموضوع مرة أخرى ليس الإجابة الصحيحة عليه هي نعم أو لا، الإجابة الصحيحة هي أن تكون هناك بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة، وبالتالي يسهل الوصول إلى قرار. من وجهة نظر الشخصية نعم سيكون الدعم النقدي جيدا، مجموعة من الشروط الأساسية: البيانات السليمة نمرة واحد، نمرة اثنين أن يكون مصحوبا بقياس التضخم بصورة صحيحة، بمعنى يعني حتى أقرب المثل للسادة المشاهدين، رغيف الخبز على سبيل المثال، الحكومة تقول أنه يكلف الدولة 130 قرش، المواطن، أنا أتحدث هنا عن المدعم، رغيف الخبز المدعم، المواطن يدفع فيه 20 قرش، معنى ذلك أن الدولة تقدم 110 قرش في كل رغيف. لو أننا طبقنا هذا الأمر فستقدم الحكومة لكل مواطن عن كل رغيف 130 قرش أو 110 قرش، ماشي؟ ال 110 دي بسعر النهاردة، بكرة أو بعده أو بعد سنة حصل تضخم لأي سبب من الأسباب ووصل الرغيف إلى 150 قرش، فبالتالي هيكون على الحكومة أنها تقدم فارق السعر، يعني السعر الحقيقي للسلعة سواء خبز أو وقود أو سلعة تموينية. والنقطة المهمة الأخرى هي أن يكون هناك استهداف صحيح، استهداف بمعنى أن أصل إلى البيانات الحقيقية الخاصة بالمستحقين الأساسيين للدعم وليس على الورق، لأن دي نقطة في منتهى الأهمية. أكيد حصل وكان في استهداف، وإذا حصل وكان في صرف أموال على أساس التضخم الفعلي فهتكون خطوة جيدة. وطبعا النقطة اللي حضرتك أشرت إليها فكرة أن يكون عندنا بيانات محددة لكل من يستحق الدعم على الأرض المصرية في كل مكان، دي نقطة مهمة جدا فكرة المعلومات.
لكن عايز اسال حضرتك استاذ عماد بصفتك عضو مجلس امناء الحوار، هل في توجيه لشخصيات معينه ومحدده مدعوه لمناقشه مساله الدعم؟ مدى تمثيل كافه الاراء ووجهات النظر المختلفه والمتباينه اللي بتمثل تيارات والقوى السياسيه اللي موجوده في المجتمع؟ يا استاذ محمد، يعني استطيع ان اؤكد لك ان كل القوى السياسيه والاقتصاديه والمجتمعيه ستكون موجوده في هذا الحوار، ستوجه اليها الدعوه، اضافه بالطبع الى الخبراء الموثوقون في هذا الموضوع. يعني ده موضوع يعني تم تكراره سابقا في قضايا كثيره جدا، لما الحوار الوطني ناقش القضايا الاقتصاديه مختلفه من اول التضخم الى الديون الى قضايا الزراعه والصناعه، وبالتالي في موضوع مهم زي ده هيكون فيه دعوه لكل من يعني كل صاحب راي في هذا الموضوع، اضافه بالطبع الى ممثلي القوى السياسيه. طب يا فندم، ايه هي ابرز النقاط محل النقاش؟ وفكرة الوصول لبيانات سليمة ودقيقة طبعا هي مهمة جدا، وفكرة حتى المتابعة والتحديث مش بس للوضع الاقتصادي أو التضخم أو ما إلى ذلك، لكن أيضا لقاعدة البيانات الموجودة حتى يصل الدعم لمستحقيه. آلية أو رؤية يمكن الوصول لحل في النقطتين دول يا فندم، وكمان أبرز النقاط محل النقاش. ما هو فندم طبعا القضية الأساسية محل النقاش، هل الدعم، هل في امكانيه للانتقال من الدعم العيني الى النقدي؟ طبعا معروف ان احنا الحكومه تقدم دعما بمئات المليارات من الجنيهات سنويا للوقود، الوقود هو اللي بياخد الجزء الاكبر من الدعم، الخبز، السلعه التموينيه. طبعا في دعم مهم ثاني لا يمكن الاقتراب منه بصوره او باخرى، هي الدعم اللي هو مقدم للصحه والتعليم، هذا موضوع خارج عن النقاش. يعني ده التزام بالسوري. السؤال هو هل دعم نقدي ولا عيني؟ يعني نستمر في العيني كما نحن ام النقدي؟ جميل. عدد كبير جدا من الخبراء بيقول الافضل هو التحول الى الدعم النقدي، لانه بهذه الطريقه يصل الدعم الى مستحقيه الفعليين. وهذا الافضل يتحقق ان يكون عندنا اليه حقيقيه للوصول الى هذا المستهدف او هذا المستحق للدعم، وده بيتم بالبيانات الموجوده او تكامل البيانات، خصوصا بعد رقمنة هذه البيانات، فبالتالي يمكن الوصول إلى المستحقين الفعليين لهذا الدعم. الوصول لده هو اللي بيضمن تحقيق الوصول للمستهدف، بمعنى أن البيانات هي الطريق الوحيد والرئيسي للوصول. هناك وجهة نظر أخرى أيضا تقول أنه يمكن أن يكون لدينا أكثر من نوع من الدعم، بمعنى أنه في مكان معين طبقا مثلا لمعلومات جغرافية أو توزيعات جغرافية للسكان ممكن يكون الدعم العيني هو الاساس. جميل. في مكان ثالث الدعم النقدي، في مكان ثالث خليط ما بين الاثنين وربما طرق اخرى. جميل. وبالتالي الدراسه هي الاساسيه، هي الجمهور المستهدف اللي بتصل نوع الناس، ظروفهم، مستوى الدخل، ظروفهم الاقتصاديه والاجتماعيه وكل شيء، وبالتالي ده شيء مهم جدا هيضمن نجاح التطبيق ان شاء الله. طيب استاذ عماد، يعني بعد انطلاق ان شاء الله الحوار حول هذه المساله، مساله الدعم في الحوار الوطني الاسبوع المقبل، هيبقى طبعا في مسارات للحوار والنقاش وعرض الاراء المختلفه. عايز اعرف من حضرتك المسارات المقبله، يعني بعد اجراء هذا الحوار ايه الاليات اللي هتتبع لتنفيذ مثلا ما تم التوافق عليه والوصول الى يعني ارضيه مشتركه ما بين الاراء المختلفه؟ بطبيعه الحال استاذ محمد، لو هفترض جدلا ان الحوار الوطني او المجتمعين في الحوار الوطني وافقوا واتفقوا على ان يتم التحول الى الدعم النقدي في بعض السلع والخدمات على سبيل المثال، بعد كده الموضوع بيروح لمجلس الوزراء بطبيعه الحال للحديث عن تفصيلات تنفيذيه واجرائيه، الاليات انك هتطبق ده ازاي، وده موضوع طبعا بيتطلب بيكون عندك كل مستحق للدعم لديه حسابات بنكيه واضحه حتى يستطيع الوصول الى هذا الدعم النقدي. واظن انه دي مساله هتاخد وقت قليل لكن مش صعبه، لانه تم تطبيق هذا الامر
في اشياء كثيره جدا يعني ممكن، ونجحت نجاح كبير لحد ما، فبالتالي لن تكون هناك مشكله. طيب استاذ عماد، خلينا نستغل وجود حضرتك معانا وخلينا نوصل الموضوع للساده المشاهدين بشكل ابسط. ايه الفرق ما بين الدعم العيني والدعم النقدي، وفكره مناقشه التحول من الدعم العيني للدعم النقدي؟ يعني ايه خلينا نقول ايه الأهداف أو إيه الهدف من التحول من الدعم العيني للدعم النقدي؟ هيفرق معانا اقتصادياً في إيه؟ وهيفرق مع المواطن إزاي؟ ده سؤال طبعاً مهم جداً، وهو أصل المناقشة بالأساس. الدولة المصرية تقدم دعماً عينياً منذ عشرات السنين، لدرجة أن البعض بيقول أن هذا الأمر بدأ حتى قبل ثورة يوليو في بعض السلع الصغيرة، ثم توسع. الدولة المصرية من الدول القليلة في القارة الأفريقية ربما التي تقدم هذا النوع من الدعم. يعني البعض بيقول تقريبا موجود في ليبيا والجزائر فقط، والدولتين الشقيقتين لديهم موارد بترولية كثيرة جدا، وبالتالي الأمر سهل. لكن غالبية الدول الثانية طبقا للخبراء الاقتصاديين بيقولوا أنه كل مواطن بيروح يشتري السلعة بسعر تكلفتها الحقيقي، والدولة تعطي المستحق دعما نقديا مباشرة، وبالتالي هذا الأمر يقضي على كل التشوهات وكل أنواع الدعم التي لا تذهب إلى مستحقها. بمعنى أن الرجل الغني جدا في مصر يذهب ويشتري لتر البنزين أو السولار بسعر يتراوح ما بين 11 إلى 13 جنيه. التكلفة الفعلية طبقا لبعض الخبراء ومسؤول الحكومة أنه حوالي 20 جنيه. فبالتالي اي مواطن في مصر بيشتري بنزين هو بياخد تقريبا او نوع اي نوع من الوقود بياخد ما متوسطه 10 جنيه دعم من الدوله. هذا ال 10 جنيه بتروح للفقير جدا والغني جدا. حينما في ظل الدعم العيني، وبالتالي تطبيق الدعم النقدي هيخلي هذا الدعم، المواطن كل مواطن هيروح يشتري لتر الوقود بسعره الحقيقي، لكن الدولة حينما تعرف وتحدد من هو المستحق لهذا الدعم ستعطي البعض نوع من الدعم النقدي، وبالتالي هيروح فقط لمستحق الدعم. ماشي؟ لن يذهب إلى الغني، فبالتالي هتقضي الأساس هنا. إيه الفوائد اللي هتعود عليا؟ إن أنا نمرة واحد هوصل للمستحق، نمرة اثنين هقلل عجز الموازنة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، وهقضي على كل التشوهات الخاصة بالدعم، وهقضي على امبراطوريه. مين اللي بيستفيد؟ يعني بعض احد خبراء الاقتصاد كنت اناقشه قبل ايام، فقال لي المستفيد الفعلي من هذا التطبيق الفقير جدا، لانه هذا الفقير جدا لا يحصل على ما بياخدش، ما بيروحش المحطه بياخد بنزين، بس هيضمن انه ياخد حقه في هذا الامر. نمره المستضر للرئيسي من هذا الامر مين؟ كل المافيات وكل شبكات المصالح اللي هي مثلا بعض اصحاب المخابز غير الشرفاء. يعني كل التحيه والاحترام لاصحاب المخابز، لكن في راجل صاحب مخبز بياخد الدقيق المدعم، ما بيديش الخبز للناس المدعم كله لانه الناس بيسيبوا البطايق عنده، مقابل انه بيديهم الفتات، وهو بياخد على كل رغيف 130 قرش. فبيكون ثروه اساسيه بلا جهد حقيقي، يعني لا تضيف جهد للمجتمع. فده هيتضرر ضرر شديد جدا. الاقتصاد الوطني هيستفيد، مين الذي سيتضرر في البدايه؟ ايضا الطبقه المتوسطه. جميل. لانه لكن مؤقتا طبقا للخبراء الاقتصاديين، الطبقه المتوسطه طبعا لما هتطبق، دي نقطه مهمه علينا ان احنا ناخد بالنا منها، مقابل كل المزايا اللي احنا تحدثنا عنها للدعم النقدي سيتسبب في تضخم كبير. ليه؟ لما حضرتك هتنزلي تشتري الوقود ب 20 جنيه اللتر والرغيف ب 130 قرش، هيكون طبعا الدوله هتدي فلوس نقديه هتفترض نظريا 5000 جنيه لكل اسره غير المرتب بتاعها طبعا. الفلوس الكتيره دي هتعمل نوع من التضخم. صحيح. الى ان يستطيع السوق انه ينظم نفسه بنفسه بصوره صحيحه. جميل. وده ممكن ياخد ما بين سنه لسنتين، وبالتالي ينتظم على الامر. النقطه الجوهريه ان الوطن لم يتخذ قرار عن بطبيعه الحال بنعم او لا للدعم النقدي او العين، هو
سيناقش الموضوع مناقشه جاده وصحيحه حتى يصل الى القرار الصحيح. كل التوفيق لحضراتكم جميعا. بنشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، ويعني زي ما قلنا انطلاقه لمناقشه قضيه الدعم، قضيه بتهم كل المصريين طبعا، في الاسبوع المقبل من مجلس امناء الحوار، ودعوه كافه اطراف القوى السياسيه وحتى الخبراء الفنيين في هذه المساله.